بينضم إلينا الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة للتعليق. بعد التحية لك دكتور، كيف ترى أهمية وجود مثل هذه الشبكة في الاكتشاف المبكر للأمراض الخطرة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ شادي، كل متابعينك. يعني فكرة وجود مراكز استباقية للفيروسات سواء الحالية أو اللي ممكن تحدث في المستقبل هي فكرة مهمة للغاية، يعني كانت بتنادي بيها منظمة الصحة العالمية من سنين، بس كان طبعا في مشكلة كبيرة في الفند والتمويل. طبعا بعد الجائحة بقى موضوع التمويل أسهل شوية في إقناع العالم ووزارات الصحة في العالم إن يبقى في تمويل مناسب ليه. فكرة إن يبقى عندنا تحليل للفيروسات الحالية مثلا زي ما ممكن ندي عليها مثال اللي حصل في فيروس الأطفال مثلا، إن إحنا لو عرفنا نترصد عينات معينة من دول مختلفة للنسب، سواء كان مثلا بيعملوها في المجاري المائية سواء بيعملوها بنسب عشوائية، نقدر نتتبع هل ممكن يبقى في فيروس حتى لو كان قبل كده منتشر ودلوقتي ابتدى يقل إن هو بيزيد تاني أو نسبته بتزيد. طبعا على جانب اخر مثلا دراسه الحيوانات اللي موجوده وعندها فيروسات محتمله ان يحصل منها قفزه جينيه للانسان، بتكلم طبعا يعني زي ما حصل في كورونا مثلا ان فيروس بينتقل من الخفافيش مثلا لكائن وسيط ثم الانسان، ده ممكن يحصل في المستقبل. الهدف من مركز استباق ان هو يدرس الفيروسات اللي موجوده في الحيوانات ويشوف هل في مثلا تطورات معينه بتحدث مع مثلا سنه بعد سنه، وممكن يعملوا لها حاجة زي سيميليشن على الكمبيوتر، يعرفوا محاكاة هل ممكن في المستقبل التحور ده يوصل لمرحلة معينة ينفع أنه يرتبط بالخلايا جسم الإنسان ولا لأ، ويحط لها احتمالات، ولو الاحتمال ده قائم يبتدوا أن هم يدرسوا زي يمنعوا ده. طبعا السياسة الصحية بقى منع التعامل مع الحيوانات البرية وكل احنا اتكلمنا فيه كتير أثناء كورونا. الموضوع التسلسل الجيني مثلا بتاع التحور ده مثلا أخرنا كتير في كورونا، نتمنى ما يحصلش تاني إن احنا بقى عندنا لقاحات. صحيح احنا بنقول هو أسرع لقاح في التاريخ، ولكن قعدنا تقريبا 12 شهر لغاية ما اللقاح أنتج ولغاية ما ابتدى يتوزع. بعد كده أنتجنا مليارات من اللقاحات وحصل تحور مثلا عالي للفيروس، أصبحت اللقاحات هي كمان محتاجة تطوير أكتر، بقى في هدر. ولكن تطوير اللقاحات أسهل من اختراعها في المرة الأولى يا دكتور، صح؟ بالظبط كده، وده الهدف من ان يبقى عندنا حاجه استباقيه، ان احنا يبقى عندنا منصه تتنبأ ان انا مثلا، وخصوصا الفيروس الافريقي، ان انا مثلا اقدر. هل من الممكن لهذه الشبكه ان تتنبأ بالتحورات يا دكتور؟ التحورات بيتحط لها برضه محاكاه، يعني احنا بنشوف صوره تحور، يعني مثلا فيروسات عائلات كورونا بتتحور بطريقه سريعه مثلا، ولكن بتختفي سريعا. اللي حصل في كوفيد هو تحور كان ممكن لو كنا احنا بندرس كل فيروسات كورونا اللي موجوده في الحيوانات وحطيناها محاكاه، ان احنا يبقى عندنا منصة لإطلاق او لتصنيع لقاح محتمل لو احنا محتاجين حاجة زي كده في المستقبل. لو حصل لا قدر الله جائحة ينتج اللقاح سريعا، لو لا هينفع للقاح تاني محتمل في المستقبل، لان طبعا كورونا ما هياش اول واخر جائحة، بيحصل جوائح دايما في العالم كل 100 سنة او كل 200 سنة. الاحسن احنا نكون مستعدين ليه، وخصوصا لو هيبقى بعد كده لا قدر الله مثلا في انتشار لفيروس اخطر شويه من كورونا. كورونا كان الحمد لله نسبه وفياته قليله يعني، لكن طبعا احنا عندنا ده في الاونه الاخيره عندما تحور، ولكن في بدايه الامر لم يكن الوضع كذلك. حتى في بدايه الامر يعني فكرنا في 1 أو 2%، احنا للاسف عندنا فيروسات زي فيروسات اللي بتسبب الحمى النسفيه مثلا زي الايبولا وما شابه الايبولا، نسب الوفاه بتبقى ازيد من 50%. ولو لا قدر الله ده تحور واصبحت جائحه، دي هتبقى كارثه انسانيه طبعا. فالحمد لله يعني ان احنا يعني عدينا من هذه الجائحه، ولكن محتاجين نبقى مستعدين بالمراكز الاستباقيه. طبعا هي دي هتحتاج تاني، طبعا منظمه الصحه العالميه ما هياش جهه ملزمه، هتحتاج ما في فند يعني تمويل يعني كل سنه في استمراريه من البلاد ان هي تقدر تدعم المراكز البحثيه، وخصوصا ان هي بتاخد تمويل ضخم، فهيبقى دايما في اعتماد على الدعايه دي. هل المراكز البحثية ليها فعلا ربحية في المستقبل؟ هل ممكن تنتج لقاحات ذات صفة ربحية للشركات عشان يبقى في تمويل مستمر ليها؟ كل ده هيبان في الآونة الأخيرة إن شاء الله، وهيبان في الفند بعد شهر أو شهرين بقى شكله عامل إزاي، ولكن الفكرة نفسها كانت بتنادي بيها منظمة الصحة من أكتر من كذا سنة. أيوه. الحمد لله دلوقتي الحمد لله يعني اتحطت قايد التنفيذ يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة.